لي في البداية أرحب بكم كلكم في النادي الأهلي. قبل ما نبدأ مؤتمرنا الصحفي للإعلان عن الزي الجديد للنادي الأهلي، أستأذنكم في حكاية يمكن نشرتها أكثر من 3 دقائق، والحكاية بطلها صحفي ألماني اسمه فولفغانغ كور. صحفي كان في إحدى المدن الألمانية وطلب منه كتاب عن العولمة، فنزل المحل اللي جنب الأوتيل اللي هو قاعد فيه عايز يشتري تيشيرت. هو من مشجعي بروسيا دورتموند والفانيلا بتاعته زرقاء، فما لقاش تيشيرت يناسب الفلوس اللي معاه غير شكله كويس غير تيشيرت احمر وكان بتاع بايرن ميونخ. فاضطر وهو مشجع متعصب جدا لبروسيا دورتموند يشتري تيشيرت احمر. وهو مروح على الاوتيل قاعد يفكر ازاي هيلبس التيشيرت الاحمر. فهذا التفكير خلاه في الاخر يكتب كتاب، الكتاب اسمه رحله التيشيرت الاحمر في العالم. وبدأ يحكي في الكتاب قصة التيشيرت الأحمر من أول تصفيه البترول في معالم التكرير في دبي لغاية الستات اللي بتعمل النسيج في بنجلاديش وباكستان لغاية المصانع في ألمانيا وتركيا وبريطانيا لغاية السفن اللي بتنقله للشرق الأوسط وللعالم كله لغاية لما بيروح للفقراء في أفريقيا في النهاية. دي رحلة التيشيرت الأحمر، وبقول الحكاية دي عشان لما تشوفوا تيشيرت النادي الأهلي هو ما هواش مجرد فانيلا بيرتديها لعيب أو نجم وهو بيلعب ماتش. التيشيرت ده بيبقى دايما وراه حكاية طويلة جدا وفيها ناس كثيرة جدا وفيها دراما وفيها صناعة وفيها زراعة وفيها تجارة وفيها حاجات كتير. النقطة الثانية، تيشيرت النادي الأهلي الناس متخيله ان هو تم اختياره بمقتض مصادفه او غراما من مجلس اداره النادي الاهلي الاول 1907 باللون الاحمر. والحكايه او الحقيقه هي ان اللون الاحمر وقتها كان علم مصر. لما تاسس نادي الجزيره سنه 1883 اللورد كيتشنر مندوب السامي البريطاني كتب على بوابه النادي ممنوع دخول الرعاع، وكان المقصود بالرعاع المصريين والاجانب غير الانجليز. فتاسس النادي الاهلي كاول نادي مصري في ضد الانجليز وضد الهيمنه الاجنبيه على مصر، وعشان كده كان قرار طبيعي اختيار لون فانيلا لاعبي النادي الاهلي هو لون علم مصر اللي كان احمر وعليه الهلال الابيض. الاهلي بيلبس احمر لانه نادي مصر، لانه هو رمز مصر، هو اختصار مصر. احنا النهارده بنقدم تيشيرت جديد للنادي الاهلي بنفس المعاني القديمه بنفس اللون الجميل بنفس القيمه بنفس الروح. اسمحوا لي ارحب بضيوفنا النهارده، اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير قطاع الكرة، الأستاذ محمد حميدة المدير التنفيذي لشركة سبورتا. وأعتقد إنه نبدأ الكلام بكلمة من اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي. أولاً إحنا نرحب بكم جميعاً في النادي الأهلي. النهارده النادي الأهلي بيحتفل بالزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. هو مش كده وبس، هو احنا كمان بنحتفل بجزء جديد من النجاح في تجربتنا مع شركه سبورتا. زي ما حضراتكم عارفين العلامات التجاريه للنادي الاهلي اي اس سي، يعني ظهرت اول مره من موسم 2014 2015، وهو النادي الاهلي اول نادي في مصر يعترف كعلامته التجاريه. يعني مش ماركه اخرى او لا، دي علامه النادي الاهلي او دي بتاعه النادي الاهلي. النادي الاهلي قدر مع التعاون مع شركه سبورتا ان هو يعظم القيمه السوقيه للعلامه دي، والحمد لله يعني اتحققت فوائد تجاريه وتسويقيه كبيره جدا غير مسبوقه. هو من اول يوم الحقيقه كان احنا النادي بنحاول نقدم افضل منتج للفريق.
مستوى وجميل النادي الاهلي، عشان كده تم اعاده تشغيل محلات الاهلي سبورت وابتدت في المحافظات داخل القاهره، والحمد لله يعني انا شايف ان الايرادات ماشيه بطريقه كويسه جدا. ان شاء الله الزميل الجديد هيظهر يوم الخميس في مباراه اسوان ان شاء الله. بشكر الجميع، بشكر شركه سبورتا، بشكر الكابتن سيد لان هو كان له يعني مجهود عظيم جدا في اختيار التيشيرت اللي حضراتكم هتشوفوها. طبعا زول منتفع جدا، انا مش هتكلم عن التيشيرت اللي هتشوفوها دلوقتي ان شاء الله. شكرا لحضراتكم وشكرا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد طبعا بتواجدك النهارده، سعيد بوجودي معاك، و دايما يمكن عندنا مفهوم في النادي راسخ عندنا يبقى مكمل من شخص لاخر او من جيل للتاني. يعني اي حد بيخش معانا كسبونسر او كراعي او كمشارك لينا يعني بيبقى مهم جدا جدا بالنسبه لنا كمان، هوايه مهم جدا، مفهوم مهم قوي قوي ان انت تنجح وهو كمان ينجح. ده مهم جدا في اطار التعاون والتفاهم والحاجه اللي في النهايه توصل حاجه يبقى شكلها جميل. مش هتكلم كتير لكن يمكن برضو طالما الشيء بالشيء يذكر، يعني واحد مش موجود معانا في الوقت الحالي لكن كان له دور برضو معانا وكان دور كبير جدا السنه اللي فاتت، هو كابتن زيزو. يمكن كان لاعب كوره قبل كده والراجل كان له معايا شخصيا اوقات السنه اللي فاتت كانت اوقات مهمه جدا ووفقنا في كتير جدا من الاوقات. فاستغل الفرصه ان الشيء بالشيء يذكر ان دي كانت كمان نتاج تفاهم واختيار ما بينه وما بينه. سبورت بتمنى لهم التوفيق وبتمنى لينا كمان التوفيق، ويا رب ان شاء الله كمان يبقى خل حسن وشاحل علينا ان شاء الله كمان السنه دي زي ما كانت في السنين اللي فاتت، ويا رب باذن الله تعالى يعني بتجتهد في اختيار، وهما كمان الناس بيقدموا كل الدعم مش مقصرين في اي حاجه خالص، بل بالعكس كمان اي حاجه فيها مساعده حتى لو كانت صغيره بيحاولوا يلبوها. يعني ان شاء الله كمان باذن الله تعالى تبقى حاجه كويسه تليق باسم النادي اللي ذكره الدكتور ياسر ايوب كتاريخ. يمكن البطولات بتيجي وتروح وكتير جدا جدا موجود منها وكتير جدا جدا هيجي، مش مرتبطه باسم فلان او علان لكن مرتبطه باسم وشخصيه النادي. يعني اسم وشخصيه النادي يكفي في كتير جدا، ما بتبقاش انت احسن واحد لكن بتبقى افضل واحد من حيث المفهوم والشخصيه، وده اللي احنا دايما بنراهن عليه او دايما اللي بيميزنا. فشخصيه النادي اللي اتولدت 1907 واللي كان بعدها باربع سنين اول فريق كوره 1911 مهم جدا ان الناس تبقى عارفاه. كان المفهوم عند الناس هو الشخصيه مش المفهوم البطوله، هو الشخصيه. انت عايز تشوف ايمج للنادي، تشوف مكانه للنادي، مش بالضروره تكسب لكن بالضروره ان انت تنول اعجاب الراجل في تصرفاتك في قيمه. يعني الناس بتطلع تحكي على مواقف كتيره جدا اتخذها النادي او كان سبب فيها مش في البطولات وبس، بتعتمد اعتماد كلي وجزئي على الشخصيه. فيا رب نكون قدها باذن الله، وان شاء الله باذن الله تعالى تبقى سنه موفقه باذن الله تعالى، والتيشيرت يبقى كويس باذن الله تعالى، واحنا متاكدين من ده. فبشكركم مره ثانيه واسف لو طولت. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البدايه طبعا انا حابب اشكر حضراتكم المعسكرين، بشكركم على متاكدكم وحضوركم النهارده لهذا المؤتمر الصحفي، وبشكركم ايضا على مساندتكم للشركه من اول ما بدانا 2014، واحنا يمكن مش غربه عن بعض وكلنا يمكن اشتغلنا مع بعض كلكم زمايلي واخواتي في المجال الاعلامي. برضه بحب اوجه كل الشكر والتقدير للمهندس محمود طاهر ومجلس اداره النادي الاهلي على التعاون الرائع والمستمر ما بين النادي الاهلي وشركه التطوير الرياضيه سبورتا. بوجه ايضا كل الشكر لسياده الدكتور شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، كل الشكر والتقدير طبعا لجهاز كره القدم للنادي الاهلي قياده الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. عايز اشكر برضو زي ما شكر الكابتن سيد كابتن زيزو اللي كان موجود معانا، لان يعني الكابتن سيد ما شاء الله عليه فاهم جدا جدا في حته الملابس وفي نقطه الملابس، واللي اشتغل مع الكابتن سيد لازم يكون مركز جدا. حابب برضو بالتاكيد اشكر جمهور النادي الاهلي، جمهور العظيم اللي ساندنا من اول ما بدانا من 2014. يعني شركه سبورتا بتحاول ان هي توفر كل حاجه لجمهور النادي الاهلي، لان كلنا اعتقد في خدمه جماهير النادي الاهلي الجمهور العظيم. احنا بنتمنى كشركه سبورتا ان الجمهور يعود مره اخرى للمدرجات، لان دي حتى هتفرق معانا في عمليه المبيعات وفي محلات الاهلي ستورز. عايز اقول لحضراتكم سريعا يعني كيفيه اختيار التيشيرت.
احنا كشركه بنعرض كتالوج على جهاز الكره بالنادي الاهلي. عرضنا الكتالوج كان طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن زيزو، كان كل التنسيق والتفاهم مع الكابتن سيد، وزي ما قلت لكم الكابتن سيد فاهم جدا ما شاء الله. بعد الكتالوج بتعرض حوالي 6 موديلات او 7 موديلات، ده بالنسبه للزي الرئيسي اللي هو الخاص زي المباريات. بيتم اختيار موديل او اثنين او ثلاثه حسب وجهه جهاز الكره، تبدا تعمل عينه، بيبدا جهاز الكره والكابتن سيد طبعا بيبدا يقول العينه دي ايه اللي كويس فيها، عايز اغمق الجون افتح الجون محتاج ايه، حتى تصل بالعينه في النهايه للتيشيرت المطلوب للنادي الاهلي. وما شاء الله الحمد لله من وجهه نظري المتواضعه شايف ان احنا عملنا حاجه كويسه جدا، عملنا زي جميل للنادي الاهلي، عملنا تيشيرت جديد للنادي الاهلي. عايز اقول ان شركه سبورتا، شركه تدوير الرياضيه السعوديه سبورتا، سعيده جدا بارتباط اسمها بالنادي الاهلي. اي شركه يمكن موجود معانا مجموعه من الساده الرعاه موجودين معانا، الكل عارف قيمه النادي الاهلي يا جماعه. قبل ما نشوف التيشيرت اسمحوا لي طبعا، احنا معانا ثلاث نجوم كبار بيمثلوا نجوم فريق النادي الاهلي، هنضطرهم بس للوقوف وتحيه الساده الاعلاميين. كابتن وليد سليمان نجم النادي الاهلي، وكابتن مؤمن زكريا، وكابتن سعد سمير، ودلوقتي اعتقد في حضور كل الضيوف وكل نجوم النادي الاهلي نعلم عن الزي الجديد. بس قبل الزي الجديد نسمع نجومنا ثلاثه كل واحد يقول كلمه عن هذا الزي. ابتدي بكابتن وليد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وطبعا سعداء ان احنا موجودين النهارده معاكم، وطبعا احنا مش هنقدر نقول حاجه ولا نضيف حاجه زي اللي قاله كابتن سيد وسياده اللواء. يا رب التيشيرت يعجبكم، وان شاء الله نتمنى التوفيق السنه دي، وربنا يوفقنا ونحصل على كل البطولات ان شاء الله. سيد المؤمن لا عايز يجيب جوان ولا عايز يتكلم. كابتن سعد سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد احنا سعداء ان احنا موجودين النهارده في حفل كبير زي ده. ارتباط اي حد باسم النادي الاهلي او بتيشيرت النادي الاهلي دي حاجه بتزيدنا شرف وفخر. نتمنى ان شاء الله نكون موجودين السنين الجايه كلها. واسم النادي الاهلي اسم كبير جدا، اي حد بينتمي له بيحس ان هو بينتمي لكيان كبير، فبنتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق لينا السنه دي. شد وش حلو علينا باذن الله ونحقق كل البطولات ان شاء الله. شكرا. شكرا لنجوم النادي الاهلي اللي بيمثلوا كل لاعبي النادي الاهلي اللي احنا بنراهن عليهم هذا الموسم والمواسم المقبله. بداوا الاستاذ محمد رمضان ممثل الشركه والمسؤول التنفيذي يجي يحضر معانا عشان نفتح الستاره عن الزي الجديد للنادي الاهلي. استاذ محمد رمضان اتفضل.